المصير الغامض للغواصة المفقودة في رحلة استكشاف حطام تايتانيك، رحلة سياحية بالغواصة تيتان للغوص في باطن المحيط الأطلسي على عمق 4000 متر للاستمتاع بمشاهدة حطام سفينة تايتانيك. سعر التذكرة للفرد 250 ألف دولار أمريكي. الغواصة قامت برحلات سابقة ناجحة جداً، بس المرة دي حصل مفاجأة غير متوقعة للغواصة. فقدوا الاتصال بيها واختفت من الرادارات. طب إيه اللي حصل المرة دي؟ والناس اللي فيها راحوا فين؟ وإيه مصيرها؟ تعالوا نعرف الحكاية من أولها. الحكاية بدأت لما حجز في الرحلة المنكوبة دي خمسة من أغنى رجال الأعمال في العالم. هما الملياردير البريطاني هامش هاردينج، والملياردير الباكستاني شهرزاد داوود وابنه سليمان، والغواص الفرنسي بول هنري، ورئيس ومؤسس شركة الغواصة ستوكتون راش. وعلى فكرة اتنين من رجال الأعمال دول ثروتهم أكتر من 10 مليار دولار. الغواصة من جوه نظام التحكم فيها بيكون عن طريق أيادي إلكترونية شبيهة بأجهزة الألعاب الإلكترونية، يعني لو أنت جيمر محترف هتتحكم فيها بسهولة، أما لو أنت كنت مستجد هتفقد السيطرة عليها. ومساحة الغواصة من جوه بتكفي لخمس أفراد بس، بيكونوا قاعدين متربعين من بداية الرحلة لنهايتها، ومفيش جوه الغواصة حمام. بدأت رحلتهم على ظهر يخت صغير من سواحل جزيرة نيوفندلاند الكندية وصولاً لموقع غرق سفينة تايتانيك، ومن هناك نزلت المجموعة بالغواصة علشان يتفرجوا على حطام السفينة، ودي كانت آخر محطة في رحلتهم، والرحلة ماشية بشكل طبيعي. لكن في صباح يوم الأحد 18 يونيو 2023 اختفت الغواصة تماماً عن أجهزة الرادار وفقدوا الاتصال بيها. فوراً اتشكل فريق بحث بتعاون أمريكي كندي لعملية البحث عن الغواصة المنكوبة، مع الاستعانة بطائرات من طراز حديث جداً وسفن مزودة بتقنيات البحث تحت المياه على مسافات بعيدة، وبخاصية سماع الأصوات تحت المياه. فريق البحث عن الغواصة المفقودة وصل ليهم أصوات طنين من المحيط، وصلت ليهم عن طريق تقنية السونار اللي بتكشف الأجسام والأصوات تحت المياه. ويقال إن الأصوات دي غالباً بتكون أصوات استغاثة من الغواصة المفقودة، بس لسه البحث مستمر. بعدها أكد غفر السواحل الأمريكي في مؤتمر صحفي إن بعد البحث بأجهزة حديثة بتغطي مساحة أكبر من 26 كيلومتر مربع، للأسف ما قدروش يوصلوا لأي نتائج جديدة. وعلى فكرة فاضل أقل من 24 ساعة بس على نفاذ أكسجين الغواصة المنكوبة. طبعاً رواد مواقع التواصل الاجتماعي متابعين الحادثة لحظة بلحظة، وبدأت الناس تتكهن بأن الموضوع بالشكل ده مش طبيعي، ده أكيد جريمة مدبرة. ده كمان في ناس ربطت بين حادثة الغواصة المفقودة وأحداث قصة السفينة تايتانيك الحقيقية اللي راح ضحيتها برضو أغنى أغنياء رجال الأعمال وصفوة المجتمع في 15 إبريل 1912. فاللي علق وقال سبحان الله، خمس أغنياء وأصحاب سلطة من جنسيات مختلفة اجتمعوا في رحلة سياحية واحدة صدفة وضاعت غواصة. وقال واحد تاني سجل الله، سبحان الله التاريخ بيعيد نفسه، سفينة تايتانيك كانت تقل رجال أعمال أثرياء وغرقت، والغواصة بنفس الحكاية. وعلقت مغردة وكتبت سبحان الله، مين كان يدري إنهم اشتروا تذاكر موتهم بأغلى الأثمان. دي كانت جزء من التعليقات. ولو أنت ما تعرفش القصة الحقيقية ورا غرق السفينة تايتانيك، فليك إنك تتخيل إنهم بنوا سفينة تايتانيك العملاقة بتكاليف خيالية علشان بس يقتلوا تلات رجال أعمال. كان الهدف إنهم يموتوا ويدفنوا سرهم معاهم، وسرهم ده إنهم كانوا معارضين بشدة فكرة إنشاء بنك الاحتياط الفيدرالي اللي بيمهد للنظام العالمي الجديد، النظام اللي قايم على فكرة الاستحواذ على مزيد من الأموال وإشعال مزيد من الحروب. وهتلاحظ بعد غرق السفينة تايتانيك بسنة، يعني سنة 1913، أنشئ الاحتياطي الفيدرالي، وفي سنة 1914 قامت الحرب العالمية الأولى. طب عندك فكرة إن السفينة تايتانيك أصلاً لخبطت في جبل جليدي ولا ده كان سبب غرقها؟ وإن السفينة كان فيها قنبلة من تحت قسمتها نصين لما انفجرت؟ وده تم اكتشافه باستخدام معدات حديثة، وطلعت تقارير وأكدت إن أقرب جبل من الجبال الجليدية كان بينه وبين تايتانيك 8 أميال بحرية. ده معناه إن تايتانيك كانت جريمة تاريخية مدبرة، واللي قلبها صناع السينما عن عمد لقصة حب تاريخية لتزوير التاريخ. يعني نقدر نقول إن أكيد مش كل اللي بيحصل بقى يبقى قضاء وقدر، وإن كل السيناريوهات متوقعة ومفيش أي حاجة مستبعدة. طب إيه رأي المتخصصين في مصير الغواصة المفقودة في المحيط الأطلسي؟ أقول لك يا سيدي،
أكد الغواص العالمي مايكل هاريس صاحب الخبرة الطويلة في مجال المحيطات وواحد من طاقم الغواصين اللي سبق ونزلوا لحطام تايتانيك إن الغواصة المفقودة في حالتها الحالية مع نقص الأكسجين الضغط المائي بنسبة كبيرة فجرها وأكيد اللي فيها ماتوا كلهم من مدة. أنت كمان شاركنا توقعاتك في التعليقات، هل معقول إن الغواصة المفقودة مصيرها انفجار من ضغط المية والقصة كلها قضاء وقدر، ولا الأشخاص اللي في الغواصة كانوا مستهدفين من البداية؟ Thank you.